يا صبر أيوب لميخائيل نعيمي. يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. يا صبر أيوب، هتاف يردده شاهين عشرات المرات في اليوم الواحد، كلما ضايقته مشاكسات الناس ومعاكسات الظروف، ويردده مصحوبا بزفرة طويلة وبهزتين بطيئتين من رأسه ذات اليمين وذات اليسار، وبكلمة من مقطع واحد تخرج من فمه وكأنها أطول من حبل المكاري: أوف. اهدأ يا ولد. ولكن حفيد بوشاهين الأصغر لا ينفك يعبث بنظارتي جده وشاربيه وباللبادة على رأسه، ينزعها ويمضي يقذفها في الهواء أو يدفعها برجله من زاوية إلى زاوية، ولا يزال يشده بشعره الأشيب حتى ينحني تحته ويدب به على يديه وركبتيه، فتغمر الولد نشوة من الفرح وتملأ زغرداته البيت إذ هو يحث جده على السير حا حا، وتسمع استغاثات الجد المتتالية: أوف يا صبر أيوب. ويعاتب أحد الجيران بوشاهين لأنه، أي الجار، أدان رجلا من القرية مبلغا من المال بدون سند فأنكره في النهاية عليه، فيقول بوشاهين لجاره: ولكن ما ذنبي أنا إذا لم يرد لك الرجل دينك؟ فيجيبه جاره: ذنبك في أنك خدعتني. والجار مطالب بجاره، ويوشك بوشاهين أن ينفجر، إلا أنه يضبط نفسه ويرد على تهمة جاره بهدوء: خدعتك؟ وكيف أخدعك وأنت لم تستشرني في الأمر؟ إنها والله لأغرب تهمة. خدعتني لأني رأيت الرجل يتردد على بيتك فحسبته رجلا شريفا مثلك. ويطول الجدال بين الجارين، ولكنه ينتهي بهتاف بوشاهين: أوف يا صبر أيوب. وتقفز القطة إلى طاولة عليها إبريق من الفخار، فيهوي الإبريق إلى الأرض ويتحطم شر تحطيم، ويسيل ما فيه من الماء على الحصير والبساط. وللحال تنهال أم شاهين على زوجها بالشتائم: أي نفع منك؟ سطل بلا علاقة، أكبر بلية ابتلاني بها الله أنت. يخرب البيت وأنت لا تبالي، لا للسيف ولا للضيف. ويعرف بوشاهين أنه دخل معركة خاسرة، ولكنها معركة لا مناص من خوضها، فيجمع كل ما عنده من شجاعة ليقول: ولكنني لم أضع الإبريق على الطاولة وأنت وضعته، ولا أنا اقتنيت القطة وربيتها، ولا أنا أمرتها أن تقفز إلى الطاولة. كان عليك أن تراقب القطة أو أن تضع الإبريق في مكان أمين، ولكنك مشغول بتفتيل شاربيك واللعب بمسبحتك. ويلي ويلي أنا المظلومة. كفي شرك يا امرأة، ولا تخلق الخصام خلقا، ليعطينا الله خير هذه الساعة. ما دمت في البيت فالخير بعيد عنك وعن بيتك. أوف يا صبر أيوب. هكذا تتثالى الأيام وتتعاقب الفصول، وبوشاهين الطيب القلب النقي الضمير العفو اللسان الحامل على منكبيه القويين أثقال 73 سنة لا ينقطع عن الاستغاثة بأيوب وصبره، ولكن دون جدوى، إلى أن كان اليوم الذي ظهر فيه أيوب لبوشاهين في الحلم وقال له: اليوم يومك يا بوشاهين وأنا معك. واتفق قبل ذلك اليوم بيوم واحد أن دار الحوار الآتي بين بوشاهين وأم شاهين:
بوشاهين، لقد أعطانا الله في هذه السنة موسما من التفاح ممتازا يعوض عن مواسمنا الثلاثة الماضية التي كانت خسارة في خسارة. وقد نضج التفاح وآن وقت قطافه، وجاءنا أمس من دفع لنا ثمنا مغريا جدا، وكان بخاطري أن أبيعه، ولكنك منعتي وأخشى أن تندمي وأندم. أم شاهين، أنت أبدا تتسرع في أمورك، الأسعار في تحسن مستمر، والتفاح الذي عندك لا يضاهيه تفاح، فلماذا العجلة؟ اصبر أياما بعد وسيدفعون لك ضعفي ما دفعه الرجل أمس. وشاهين، التفاح على الشجر ليس لي إلى أن يصبح ليرات في جيبي. أم شاهين، التفاح على الشجر تزيد قيمته يوما بعد يوم، والليرات في جيبك تنقص يوما بعد يوم، دعني أتدبر المسألة. بوشاهين، الأسعار والأعمار في يد الله، اسمعي من ذقني يا امرأة، قلبي يدلني على أن البيع أفضل من الانتظار. أم شاهين، بل اسمع أنت من ذقني أم شاهين، قلبي يدلني على أن الانتظار أفضل من البيع. بوشاهين، قد تندمين يا امرأة. أم شاهين، أمضيت عمرك جبانا وستبقى جبانا، التجارة تحتاج إلى شجاعة، العب بمسبحتك ودعني أتدبر أمر التفاحات. بوشاهين، يا صبر أيوب. أم شاهين، يا صبر أيوب، يا صبر أيوب، لقد خرب بيتنا صبر أيوب، دع أيوب في قبره، فصبره ليس عملة يقبضها الناس. وجاء الليل ونام بوشاهين وأم شاهين، وإذا بهما يستيقظان قبيل نصف الليل على هدير كأنه هدير البحر أو هزيم الرعد. لقد هبت من الشرق ريح عاصفة عاتية مجنونة، وكانت تزداد جنونا هبة بعد هبة، فكأنها آلت على نفسها أن تدمر كل ما يعترض طريقها، فتقتلع من الشجر ما تستطيع اقتلاعه، وما تبقى تعريه من الورق والثمر. وأدركت أم شاهين هول الكارثة، فراحت تصلي دون أن يكون في صلاتها أي ارتباط، وتضرب كفا بكف، ثم تلطم وجهها ورأسها بكلتا كفيها، ثم تولول بأعلى صوتها: يا خرابك يا بيتي. ثم تنتزع اللحاف عن زوجها وتركله برجلها وتصيح: قم قم، لا كنت ولا كان النوم. ولكن أبو شاهين لزم فراشه ولم ينبس بحرف واحد. وأصبح الصباح والعاصفة لا تزال تزمجر، وخرجت أم شاهين من البيت لتتفقد بستان التفاح، ولتعود بعد قليل وشعرها مشعث، وعيناها كأنهما جمرتان، ووجهها قد خدشته أظافرها، واندفعت نحو زوجها الذي ما برح في فراشه، وراحت تصرخ في وجهه: يا كافر، يا قليل الدين، يا فاقد الإحساس والمروءة، انهض، لم يبقى على الشجر تفاحة واحدة، اكتست الأرض بالتفاح المهشم والورق الممزق، انهض، أنت أنحس المنحوسين في الدنيا، أنت النحس بعينه، لولاك لما كانت العاصفة ولما خسرنا الموسم، قم قم، لا عشت لتقوم بجاه رب السماء. وبقي بوشاهين حيث كان، عيناه جاحظتان في السقف، ولسانه في فمه كأنه من الحجر أو من الخشب. وعندما يئست أم شاهين من زوجها رفسته ثانية، وخرجت في وجه العاصفة وهي تردد: لا عشت لتقوم بجاه رب السماء. فما كان من بوشاهين إلا أن زفر زفرة طويلة وأرفقها بقولته المشهورة: يا صبر أيوب. ولكنه لأول مرة في حياته شعر بأن صبر أيوب